أخيرا استيقظ يازن. فعلنا ذلك لكي ننقذك من هذه العائلة المجرمة. إنهما عائلتي الحقيقية. نعم، جرعة النسيان جاهزة معي. يجب أن تعطي يازن من هذه الجرعة في الطعام والشراب، ستجعل يازن ينسى كل شيء عن عائلته. أشعر بالدوار. لماذا أنا هنا؟ أظن أن المفعول قد نجح. لقد عادت العائلة المتبنية، أتمنى أن يكون رين معهم. وأخيرا سأرى ابني رين مرة أخرى، أنا ذاهبة لأخذ ابني منهم. لا يا أمي، إنهم يعرفونك ولن يفتحوا لك الباب. أنا سأذهب، إنهم لا يعرفونني وسيظنون أنني صديقه بالمدرسة. هاي رين، أنا جاد، انظر إلي، أنا جاد. ها؟ ماذا هناك يا يازن؟ إلى ماذا تنظر؟ ماذا حدث؟ إنه يتجاهلني. أهلا رين، أين ذهبتم؟ الجميع قلق عليك كثيرا، ولك أسبوع ولم تذهب للمدرسة. رين، ما بك تتجاهلني هكذا؟ عن ماذا تتحدث أيها الفتى؟ من أنت؟ وماذا تريد مني؟ يا إلهي، ماذا حدث لك يا رين؟ أنا أخوك جاد، هل تمزح معي أم ماذا؟ ماذا يريد هذا الفتى منك يا يازن؟ أنا لا أعرفه يا أمي، ويقول أنه صديقي بالمدرسة، ويقول أنني غائب عن المدرسة منذ أسبوع. ها، أنت صديق يازن في المدرسة، لا تقلق، كنا ذاهبان في نزهة وسقط يازن على رأسه، أعتقد أنه فقد ذاكرته، لكن لا تقلق، سيكون بخير. يا إلهي، رين لم يعد يتذكرني، ماذا سأقول لأمي الآن؟ سوف تحزن كثيرا. أمي، منذ متى حدث هذا؟ هل حقا أنا فقدت ذاكرتي؟ نعم، لن نخبرك بهذا لأننا لا نريد أن نحزنك. لا تخف، يقول الطبيب أنك ستشفى قريبا. ها؟ ماذا يفعل هذا الطبيب؟ شكرا لك أيها الطبيب على جرعة النسيان، مفعولها قوي جدا، وخذ هذه المقابل المادي، أنت تستحق أكثر. يا إلهي، لقد أعطوا أخي رين من هذه الجرعة، يا لهم من أوغاد، يجب أن أخبر أبي وأمي بذلك. نعم، لقد رأيتهم بعيني. يا إلهي رين، إبني، سوف أذهب لأخذ ابني منهم بالقوة. نعم، يجب أن نذهب. توقفوا، ليس بهذه الطريقة، كما إن رين لم يعد يتذكرنا أبدا، وبالتأكيد سوف يشهد ضدنا. لا تقلقوا، غدا في المدرسة سوف أتحدث مع رين. هذا صحيح. أمي، لماذا تريديني أن أذهب للمدرسة وأنا لا أتذكر شيء؟ استمع إلى كلامي يا يازن، يجب أن تذهب غدا للمدرسة، لكن تظاهر أمام أصدقائك أنك تعرفهم إلى أن تشفى، مفهوم؟ يا ترى، هل رين ذهب للمدرسة؟ سوف أذهب وأتأكد. أوه، إنه رين، يجب أن أتحدث معه.
أيها الفتى، أريدك أن تأتي معي قليلا، سوف أتحدث معك بموضوع مهم. اسمع يا رين، أنت اسمك ليس يزن، اسمك رين، ونحن عائلتك. تلك العائلة تخدعك، لقد رأيتها بعينين، أعطتك جرعة النسيان ومن أجل أن تنسانا، وأنت الآن لم تعد تتذكرنا. أنا لا أصدقك، هل يمكنك أن تبتعد عني؟ أنت تلاحقني بكل مكان. رين، ماذا حدث لك؟ صدقني، أنا أخوك جاد، وأمك تنتظرك، وأبوك بائع اللحم، هل تتذكرنا؟ من مضحك في ذلك يا رين؟ إنني أتكلم معك بجد. كنت أمزح معك، أنا أتذكر كل شيء، كنت أتظاهر بالنسيان. رأيت أبي وهو يشتري جرعة النسيان من الدكتور، وتظاهرت أمامهم أنني شربتها وفقدت عقلي. يا إلهي، يعني أنك كنت تمثل علي وعلى الجميع؟ نعم، يجب أن أفعل ذلك لكي لا يكشف أمري. يا لك من ممثل بارع. نعم، لأنني أخوك.